السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم ثقافة قانونية. موضوعنا اليوم راح نتكلموا فيه عن الاختلاس الإلكتروني. كي تشري على واحد ويقول لك خلصني عن طريق الشيك وتخلصه وما يجيب لكش رزقك إلو كان يكون 100,000، تبع معايا الخطوات اللي تقدر تجيب فيهم حقك. تقدر تبلغ عليه ويدخل للحبس لمدة 2 سنين أو أكثر مع غرامة مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم. كيفاش تدير؟ أول حاجة تروح لمركز الشرطة وتبلغ عليه، والأدلة اللي تثبت الجريمة ديالو هي قسيمة الحوالة، يعني الكيتونس اللي انفرسيو بها، فيها الاسم ديالو واللقب ديالو، وهذا دليل قانوني قاطع بأنك حولت المبلغ. تاني حاجة المحادثة في الميسنجر، احتفظ بها لأنها دليل بأنك حولت المبلغ لفلان من أجل شراء منتج معين، وفي هذه الحالة راح تثبت الإدانة تاعو وهي إدانة السرقة، والشخص هذا راح يتهم بعدة جرائم. تجارة غير خاضعة قانونيا، عليها غرامة من 3 ملايين إلى 20 مليون دينار جزائري مع إرجاع المال لصاحبه. التحايل، استغلال مبادئ الثقة، جريمة انترنت من الدرجة الثالثة. والخلاصة هنا يعني إذا بعثت دراهمك وما جابلكش رزقك تبلغ عليه، يدخل للحبس لمدة 2 سنين أو أكثر ويخلص غرامة مالية تصل إلى 20 مليون دينار جزائري. مشاهدينا الكرام، لحقنا لنهاية العدد، ما بقى لي إلا نقول لكم نشوفكم في عدد جديد مع موضوع جديد. ربي بعد علينا البلا والمشاكل. سلام.